أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. أمطار رعدية خلال أمسية اليوم خاصت أقصى الجنوب، حتى خلال يوم الغد دائما ننتظر سحب ركامية رعدية مطرة ستخص أقصى الجنوب، مرتفعات الهوغار والتصيدي، بعض الرعود المنعزلة كذلك على شمال الصحراء. مع المناطق الشمالية نسبة رطوبة عالية خلال الصباح خاصة على الواجهة الساحلية الوسطى والشرقية لتصبح الأجواء صافية، بينما على المرتفعات والهضاب خاصة الغربية والوسطى ننتظر سحب ركامية رعدية مطرة أواخر النهار. فيما يخص درجات الحرارة خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد تتراوح ما بين 21 لغاية 27 درجة على الواجهة الشمالية، ننتظر 30 درجة على شمال الصحراء، نفس المقياس على الصحراء الوسطى، ولن تتعدى 27 درجة على مرتفعات الهوغار والتصليل، لترتفع إلى لغاية 33 درجة على كل من ورقلة وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى دائما فصلية، وترتفع على المرتفعات الداخلية الغربية لتقارب 42 درجة، بينما ترتفع أكثر على الصحراء الوسطى وكذلك منطقة تندوف وورقلة لتقارب 47 درجة تحت الظل. أما البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب على كل من السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، لكن مضطرب محليا على الواجهة الساحلية الغربية، رياح ستشتد من مناطق شرقية شمالية شرقية تقارب 50 كم في الساعة، درجة حرارة مياه البحر تقارب 26 درجة مئوية.